جريمة من أبشع وأغرم الجرائم اللي ممكن تسمع عنها في حياتك إن لم تكن أغربها. ثلاث بيوت جنب بعض بيحصل فيهم نفس الجريمة. هنتكلم النهاردة عن مذبحة بني مزار. في ليلة 28 ديسمبر 2005 كان في واحد من سكان القرية دايما متعود إن هو يصلي الفجر كل يوم مع أخوه. بعد ما يخلصوا صلاة يطلعوا على شغلهم. لكن اتفاجئ في اليوم ده إن أخوه ما جاش صلى معاه. فبعد ما خلص صلاة راح يعدي على أخوه في البيت، فقعد يخبط ما لقاش أي حد رد، فكان معاه مفتاح ودخل البيت. وهنا كانت الصدمة، لقى أخوه والدته مقتولين بنفس الطريقة، إن بطنهم مفتوحة، والأغرب كمان إن لقى جنب كل واحد منهم حمامة راسها مقطوعة. طبعا دخل في هيستيريا من الصراخ لحد ما أهالي القرية كلهم اتلموا، وبعد شوية سمعوا صوت صويت من البيت اللي جنبهم، فأهل القرية راحوا هناك ولقوا أربعة من أفراد الأسرة مقتولين بنفس الطريقة. وفي نفس الوقت كان في طالب من المرحلة الإعدادية كان مبيت عند جدته من اليوم اللي قبليه، فراح هناك عند بيته علشان ياخد الكتب ويطلع بيها على المدرسة، فاتفاجئ إن عيلته كلها ميتين. فكده وصل إجمالي عدد الضحايا، يعني 10 ضحايا مقتولين بنفس الطريقة وبنفس الشكل، وجنب كل واحد منهم حمامة راسها مقطوعة. بعديها رجال الأمن وصلوا المكان وحاول إن المعمل الجنائي إن ياخد بصمات اللي في الثلاث بيوت، بسبب إن أهالي القرية دخلوا البيوت فحصل خلط كبير في البصمات. كل ده طبعا صفر على الشمال جنب اللي قاله تقرير الطب الشرعي، وان اللي عمل كده قتلهم بنفس الطريقه وقطع الاجزاء التناسليه عند الذكور في العشر ضحايا حتى العيال الصغيره. وكل ده حصل في ساعتين ونص. ساعتها انتشر كلام في البلد ان اللي عمل كده كان عايز يطلع كنز او يخاوي جن، وده عن طريق ان هو يقدم قربان للجن، والقربان ده يعتبر زي هديه بتقدمها للجن كده عشان تطلع كنز او اثار من تحت الارض. وفضلت القصة دي منتشرة حبة حلوين بين أهالي البلد، وكل واحد يطلع بقصة شكل وجديدة، وكله بقى خايف على أهل بيته. التحريات عملت كل اللي ممكن واللي تقدر تعمله عشان تقدر توصل للشخص ده، لحد ما في شاب اعترف إنه عمل الجريمة دي وإنه مجنون، وعشان كده محسش بنفسه وهو بيعمل الجريمة. ومش بس كده، ده راح كمان ومثل الجريمة اللي عملها. الغريب بقى إن المعمل الجنائي قال إن اللي ارتكبوا الجريمة دي ما يقلوش عن 5 أشخاص، بالذات كمان ان الجريمة تمت في اوقات متقاربة جدا، وان تقرير الصحة اثبت انه في كامل قواه العقلية، واللي بالمناسبة ما تخلوش يقدر يقتل 10 أشخاص، وطلع براءة والقضية اتقفلت. والى الان قضية ملهاش اي تفسير. بس تفتكر انت الجاني الحقيقة والجناة الحقيقيين فين دلوقتي؟ دي سايبها لك انت. سلام، كنت معاكم محمد فرحات في برنامج ولكن.